السلام عليكم. عيدك مبارك يا ولدي. انا جارك من اللي جنب المسجد، ساكن قبل 6 شهور، واليوم عندنا غدا بعد الظهر، ابيك تجي انت والوالد والاخوان، عاد عيد ونتعرف عليكم ونشوفكم. الوالد متوفى الله يغفر له. الله يغفر. طيب اخوانك يا ولدي؟ انا اكبر اخواني. يعني ايه ايتام. والام ما ردت من التحنان في عيونه، واذا نادى الاب ردت دموع اللي يعزونه. يهل اربع ولا حدت جمال الكحل